يلا بدينا الجيم الاول. دبل لينك ترى شيء وايد دبل لينك شيء يخوف صراحه، يعني عادي تموت من اي شيء. اوكي سنايب حلو كان صراحه، يعني مش على الليزر مش عليهم كلهم. كيوب يبي بالدبل كيل ولا ما اعرف الكومبوز لها. صراحه نايس كاتش كان مسكها في نص، هو سوى يعني كيوب سوى باك ثرو. ابي زنزه في باد بوزيشن، زنزه مات، زنزه بعدها حي. كيوب يحاول يجيب الايدج جاردز. صراحة تيم كيوبي وبرادو شوية متفاهمين يعني، بس التيم لينكس كلهم يسوون فوردرز ما اعرف ليش يعني. اوكي كيوبي خسر اول حياة، لا كيوبي ما خسر اول حياة، برادو اللي خسر اول حياة. كيوبي بعده هو الوحيد اللي ما خسر ولا حياة. وين وصلنا نحن؟ اوكي سوى فورد ثرو انت داونر، سوى سبايك داونر. ماتت بايونتا، كيوبي خسر اول حياه. الحين تقريبا الجيم وايد كلوز، بس بنشوف اذا منو بي يتم اكثر، لانه يفرق اذا تذبح لينك من وقت ولا لا. اوكي داونتد اب بي سايد بي اب بي ابير الارب مارك بات بات وذن. يقولون ان الروب مو بوايد اوكي في الدبلز، لانه ما عنده يعني معظم السيت ابس ماله ما تركب عدل، يعني يخربون عليه. يعني هو من النوع اللي يسوي لك ابروتش يعني يجبرك انك تسوي ابروتش. حاول يجيب النورمال جاتر. نايس باكير، نايس باكير. الابسرو مال تيب باد بوزيشن اوف ستيج. اوكي كيوبي سان، كيوبي وايد خذ حياتين على السريع من باكير، واحده من زنزا واحده من تيم. برود اوف ستيج اوكي عنده ابير، سوى الابير. يحاولون يذبحون برادو لان الضغط 114. اوكي بيصير هناك صار صوب الثاني. بايونتا بعد طاقته 95، يعني بتموت من تقريبا اي شيء الا اب ثرو يمكن. فورت سماش ما قدر يسوي بانش حق الاب سماش من فورت سماش. مات اوكي كيوبي مات. الحين برادو هو الوحيد اللي عنده حياتين. اوكي زين. سوى له داون سماش وكيوبي كمله بالداون بي، قصدي داون اير. تيز ذبح زنزا، شرت فول تشارج فورت سماش، ضرب الضرب. صراحة في لعب حلو من كيوبي. صراحة كيوبي وايد ابدع في هاي المباراة، يعني هو ما ياب كل الكلز بس انه صلح كلز، يعني ياب معظم الكلز وصلح كلين على ما اتوقع. ف 1 الحين 1-0 حق يس 1-0 حق برادو اوكي 1-0 حق برادو كيوبي. بنشوف هل تيم لينك بيسوون شيء، لان انا اتوقع انه مفروض يعني ان لينك صدق يخوف الدبلز او يخوف بشكل عام، يعني اذا ما تذبح من وقت صدق يخوف. فلو كل اللي كان يسوون كان يذبحون من الوقت. ابي اوكي بعد الحي. اوكي قام يشتغلون تيم لينك، يعني مفرقينهم عن بعض، مفرقين كيوبي وبرادو عن بعض. ماتت بالفورت سماش، ماتت بالفورت. نايس كاتش صراحة، مسكها في نص الهواء ما قدر يجيب. ابي مشكلة وين بتشرد انت في الهواء؟ اذا انت في الهواء مشكلة، يعني روب عند ابير، باينت عند ابي، ما ابعد شو يعني. ابي اوت اوف شيلد، زنزف اللي ينقذ تي يعني. اوكي
كان يحاول يجيب الادجار بالاب بي. ابتلت فوردير. يا سلام على تيم كومبوز. اوه انقذه، كان انقذه من الداون ثرو ابير، من الابير مالت مال تروب. بايونت الحين، يا سلام يا سلام، شوفوا 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 تي شوفوا تي. ابتلت اوكي. فوردي تو انضرب. اوكي خلينا نشوف الحين. ما تو برادوك تو مات، بعدين مات مره ثانيه على السريع على 66، كان طاقته بعد ما انضرب فورد سماش. فورد اير ذبحت. اوكي الحين تيم لينك متجدمين وايد صراحه. حاول يجيب سبايك. اوكي يحاول يجيب الليج بريشر. ابصره بتذبح، الابصره ذبحت. اوكي اثنيتهم ماتوا نفسك. تيم لينك متجدمين بستوك واحد، بس ان ما تدري اذا يعني عادي عادي يتمون نفس الستوكس وعادي يخسرون لان بايونته موجوده، فتقدر تذبح واحد او تسوي ليج جارد. اوكي اب سماش اوت اوف شيلد باكر. زنزا في باد بوزيشن، زنزا في باد بوزيشن، زنزا مات. كيوبي سون وايد زين، وايد لعيب، لازم ما تنضرب اي ضربه من كيوبي. فوردير من تي، فوردير من زنزا، يحاولون يذبحون، يحاولون يذبحون بايونيتا لان هي الخطر، تسبب خطر. قلت لكم ان عادي بايونيتا تجيب الكلز من وقت، الحين زنزا بروحه ضد بايونيتا وروب، فيقدرون يجبرونه هو اللي يسوي ابراج. شو استوى تو؟ حركه حلوه صراحه. اوكي زنزا يقدر يجيبها. البومرنج ياب له بايونيتا. قال تعالي. ابي. ما عندنا نكس، عنده قنبله، عنده قنبله. ما نقعد. نايس كومباك صراحه. اوكي 2-0 حق برادو كيوبي. انت المباراه انتهت ب 2-0 حق برادو كيوبي. الحين ما اعرف انه بيكون